تمثل مكوى في بائن مخطط للقضاء على من هم حول محمود الخطيب واللي بيثق فيهم محمود الخطيب. كل ده عشان يقتلوا الثقة ما بين الجماهير وما بين هذه الإدارة ويدمروا الأمن. ويضربوا من جوه صح؟ المخطط بدأ ياخد منحنى، حتى الإخوان بدأوا يتدخلوا فيه. تقول لي طب الإخوان بيتدخلوا فيه ليه؟ لأن هم مصدومين من تصريحات الخطيب الأخيرة في حق الدولة وفي حق الرئيس عبد الفتاح السيسي. موضوع مش عايز أحكيه دلوقتي، نكمله بس. لا ويا أستاذ عبد الناصر، صح زي ما حضرتك بتقول، هو ابتدى يدخل منحنى خطير، ان بقى دلوقتي الكلام على العاملين في النادي، على عضو في مجلس اداره، على خلاص بقى الضرب من جوه النادي، بقى المخطط من جوه كمان، ما هو علشان يبقى فيه يعني بالظبط، عشان يبقى فيه ما يبقاش فيه استقرار داخل منظومه النادي الاهلي، اللي النادي الاهلي دايما يعني مكمل بيها. يا احمد، ما هو النهارده لما اكون انا بعمل لك 100,000 حساب وامسكك تهزيق كل يوم رايح جاي وانت مش عارف ترد وايدك مغلوله، وقاعدين نقول لك اتكلم وبطل سكوت على كان ده هيضرك، اتكلم مين اللي مخليك ممنوع من الكلام، اطلع واتكلم واعمل مؤتمر صحفي، قول ابعاد المؤامره، اتكلم 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 اتكلم، وانت من يوم العيد بقول اتكلم، لانك هتتكلم ولكن في الوقت الغير مناسب. الحق اتكلم في التوقيت المناسب واكشف المؤامرة، انت عارفها كلها وعارف ابعادها يمين وشمال. وبدأ النهاردة يطلع لك الناس من الداخل، لان ده الجزء الثاني من المخطط، وبدأ يصحى لك ناس. ولك يعني الدكتور خالد حبيب، يعني ما اعتقدش ان في 5 6 يعرفوه في الاهلي، يعني النهارده طلع يتكلم في علوم الاداره وفشل الاهلي وفشل الاهلي وفشل الاهلي وفشل الاهلي وفشل الاهلي. انا بتكلم على فكره، الاهلي عنده منظومته الاعلاميه اللي يدافع عنها ويدافع عنه، ولكن انا بتكلم بحل المواقف. والنهارده وانا شم فيها يا استاذ عبد الناصر ريحه انتخابات برضه طبعا. ولا والنهارده طب ايه علاقه احمد سعد بالانتخابات واللي قالوا على جمال جبر؟ كل ما قيل لا ده جزء منها. كل ما قيل عن جمال جبر النهارده 90% ان لم يكن 100% عليه تماما من الصحه. انه السم الذي يراد به، ان السم اللي في العسل الذي يراد به قتلك، ان هو ضد مرتضى منصور عشان يكسب الجمهور، وفي الاخر يقول لك ايه؟ انها دوله السيسي الفاسده. فاكر انت؟ يفكرنا ان احنا بندق عصافير، يعني يجي ياخدك على اللي انت بتحبه، من يحمي مرتضى منصور ومش عارف ايه وايه، وفي الاخر يقول لك ايه؟ المخابرات خرب البلد. فالجمهور الغلبان، ايوه الجمهور الغلبان يفرح انه بيحارب مرتضى منصور عشان الجمهور كره مرتضى منصور، ويجي هو مالوش علاقه بمرتضى منصور، ده هو عايز مرتضى منصور هو عايز مرتضى منصور يفضل العمر كله على كان يقول لك هذا هو النظام الفاسد، لان هو اخواني زباله لا يعني غير تدمير البلد. لا ما هو ما بيتكلمش في كوره، هو بيتكلم ده هو بيحط سم في العسل. النهارده الخطيب لا، والاستاذ خالد حبيب كان ايه موقفه؟ ما كان موجود في الانتخابات المره الماضيه، الجلسات الماضيه، ولم يوفق. فالموضوع جزء منه في انتخابات، جزء منه حمله مدبره بتدار بشكل محترم لايقاع النادي الاهلي من الداخل ومن الخارج، حمله ممنهجه بالفعل يعني. والموضوع بقى بيتحكم فيه فلوس واموال كتير بتدفع في صفقات وبتدفع في اعلام وبتدفع في امور يعني واضحه للكل، اعتقد ابتدت توضح للكل يعني. وبعد كده ايه دخل السياسه في الرياضه؟ يعني انت دلوقتي مدخلنا مش عارف النظام في مش عارف ايه، هم موجوعين، الاخوان موجوعين جدا من كلام برضه. ارجعوا لكلامي، لو ترجع كلامي بعد افتتاح قناة الأهلي، قلت كلمة الخطيب تدرس وقطعتها لكم 4 مقاطع، وقلت لكم قتلت ناس كتير خارجيا وداخليا، وكان الخطيب عارف بيقول ايه وبيرد على مين، والأول مرة الخطيب يتكلم مباشرة ويوجه رسائل للدولة ويشكر الرئيس به مباشرة وينادي جماهير الأهلي بمساندة الرئيس والدولة، لأنه اطلع على أبعاد المؤامرة. الخطيب مش أنا، هو اطلع على أبعاد الموضوع.
لأنه الخطيب طول الوقت بيقول يا جماعة إحنا نادي وطني، لما الوطن يحتاج لنا يلاقينا، ولكن ما بنحاولش نزق نفسنا في السياسة. ارجع لكلمة الافتتاح بتاعت القناة كلها سياسة، ولا أنا غلطان في الكلام ده؟ صح، لأن خلط الأهل، الأمور في بعضها طبعا. لأنه الأهل اتكلم الخطيب في الوقت اللي كان لازم يتكلم فيه في السياسة، لأن يا راجل الخطيب بدأ كلمته وقال لك لا تنسوا أن من أسس النادي الأهلي أسسه لكي يواجه الاستعمار. من إمتى الخطيب بيتكلم باللغة دي؟ فكلام الخطيب في افتتاح القناة وجع ناس كتير، وقتل مخطط كبير جدا كان لسه هيكمله مرتضى منصور، لأنه طول الوقت لا والك طول الوقت كان فينك انت من مش عارف ايه، ده انت ما طلعتش مره تقول ايه، ده انت سايب البلد مش عارف تولع، ده انت ما فيش مره ادنت الارهاب. ويدخلوا الرياضه في الراجل، فراح حط النقط على الحروف وقال الاهلي وطني من اول يوم وحتى الان، ولكن دلوقتي بدات كل المؤامره قدامكم تتضح، وبدات الخيوط اللي انا اتكلمت فيها ليله العيد تظهر. محدش كان مصدقني، قلت هتظهر ناس من قلب الجمعية العمومية، الناس قالت لا مستحيل مستحيل يا راجل. النهاردة مش عايز اقول لك مين اللي بيعمل فيديوهات اعضاء جمعية عمومية في الاهلي، من امتى كان ده بيحصل؟ وخروج خالد حبيب النهاردة انتصار لكل كلمة انا قلتها لك، انتصار لكل كلمة. اخر ما كنت تتصوره حضرتك أهو كان مرشح سابق في الانتخابات، كان مرشح سابق في الانتخابات. ناس كتيرة هجمتني، وانت عايز ايه وانت بتتكلم كلام مرسل ومش عارف ايه، وعيال طلعت لو راجل قول الأسماء. قلت لكم الأيام بيننا، الأيام بيننا، وأنا النهاردة هو بكلمك في الجزء الثاني بدأ يتعمل. يا كابتن محمود اطلع اتكلم، يا كابتن محمود اطلع اتكلم، بلدنا قوية وبلدنا فتية والأهل كبير. أنت حضرتك قلت وكأنك مكبوت، سأتحدث وأقول لكم إحنا بنتعامل مع المخطط ده إزاي. أنت قلت كده في افتتاح الاستاد، اطلع اتكلم يا كابتن محمود، اطلع اتكلم يا بيبو، اطلع اتكلم وقول إيه اللي بيحصل، لأن الموضوع بدأ يدخل في الجزء الثاني، ولو وصلنا للجزء الثالث لو اتكلمت كلامك مش هيجيب فايدة. اتكلم قبل فوات الأوان، اتكلم قبل قريب فوات الأوان. اتفضل يا أحمد. قريبا جدا الكابتن محمود الخطيب هيطلع يوضح العديد من الامور، ويمكن هو قال كده في يعني افتتاح ملعب الاهلي والسلام، وقال انه هيتحدث في امور ربما لم يتم اثارتها في وسائل الاعلام قبل ذلك. واعتقد الاهلي محتاج ده علشان الامور تبقى واضحه لكل، مش بس المنتمين للاهلي، لا والمنتمين للرياضه المصريه بشكل كبير. يعني خليني برضه اؤكد ان تصريحات المدير التنفيذي لهيدرسفيلد ردت اعتبار كبير لاداره النادي الاهلي. خليني اقول ان دلوقتي يعني يمكن الكل تحدث عن اداره هيدرسفيلد الانجليزي وصلت لاتفاق مع النادي الاهلي بشكل رسمي ب 3 مليون 225 الف جنيه استرليني، وخليني بعض النصر من فرد كمان ب حتى توقيتات الدفع، كان في مليون جنيه استرليني تدفع في 1/9/2020، مليون جنيه استرليني تدفع في 1/7/2021، مليون جنيه استرليني و250 الف هيدفعوا في 1/7/2022. يعني ده كان اتفاق تم الاهلي وصل بيه مع اداره هيدرسفيلد الانجليزي. ده اللي اكده كمان المدير التنفيذي لهيدرسفيلد منذ ساعات في تصريحات مهمه، ولكن احنا قلنا رمضان صبحي اختار الماده واختارها وباع جماهير النادي الاهلي. اعتقد الامور واضحه. يعني باقي اخبار النادي الاهلي سريعا يا ابو حميد. حسام عاشور برضو اتكلم في تصريحات مهمه، خلينا نقولها لان حسام عاشور يعني ما بيتكلمش كتير، ولما بيطلع يتكلم مهم ان احنا ننقل تصريحاته. حسام عاشور لما سئل كمان عن موضوع شريف اكرامي قال يعني كل واحد بيقدر يختار طريقه الافضل، وقال ان كل ما يحاول الوقيع ما بيني وما بين المستشار تركي الشيخ يعني لن يفلح. قال في قلة قليلة بتحاول تشويه صورتي وبتحاول تخويني، أحد الأشخاص مزقوق عليا وسجل لي مكالمة وأرسلها للمستشار تركي الشيخ
لكن طبعا الامور مغلوطه، واتمنى ليه الشفاء لنويف معايا في البدايه، واتمنى انه ما يكونش حزين مما حدث. المستشار طبعا حسام عاشور